انت الحب وانت عمري والف ليله وليله واعظم الاغاني حقيقه. النهارده هنتكلم عن انت الحب. فاكرين الجمله الشهيره في اغنيه انت الحب؟ وعمري مشكي من حبك مهما رمت لوعني. وهنا الحقيقه ساضطر ان اتوقف قليلا واسال الشيف حسن، انت شايف الست اللي في الحاله دي المتيمه الحقيقه اللي في اعلى مراتب الحب والعشق والهيام، لان المرتبه أعظم مرتبة الحب اسمها الهيام، شايف إن الست دي مهما الراجل عمل فيها بتفضل تحبه برضه من غير ما تشتكي؟ شايفها ست مخلصة ووفية وبتعرف تفوت، ما بتقفش عند الحاجات الخايبة اللي بتخرب البيوت، وشايفها كمان خايفة على جوزها وبيتها وولادها، ومهما حصلت بترجع كفة العقل عشان تكمل وحياتها ما تقفش. دي كمان بتقوله في الاغنيه. وبعدين يا بنتي هتشتكي لما ليه؟ سالته عليك قال دي نار حبك جنة. خلي التعبير حب جنة. نار في حد في الدنيا كده شايف حد في كده؟ طبعا كده كتير. اللي بيحب شايف كله قدامه جنة. بقى نار الحب طبعا. اللي بيحب يا رميس. احلى حاجه في الحب يا رميس، اللي بيحب شايف الدنيا جنة. احلى حاجه معمي. اللي بيحب معمي احلى حاجه في الحب ايه؟ ايه؟ العذاب. شارع البحر. عذاب. بيشرى البحر. احلى حاجه العذاب وترمس واتنين حمص. عذاب الحب. ايوه عذاب. ايه عارفه؟ طب بتاع طنطا، في طنطا في شارع اسمه شارع البحر. شارع البحر في بقى. قال لك هو عارفه وعارف. بقيه الاغنيه بتقول ايه يا جماعه؟ يا مقلوب هايمه حواليك تتمنى تسعد يوم برضاك. تتمنى رضا بس. تتمنى رضا. وانا اللي قلبي ملك ايديك. تنعم وتحرب في نفس اللحظه. لا نفس ذات عكس بعض. ده ايه الحب ده يا سيدي؟ دي بتتعذب. دي بتتعذب. هي بتتعذب في حبه. ده الحب في زمن الكوليرا اللي هو الالم اللذيذ. بص ده وده الالم اللذيذ ده. جسمك وجعك وقلبي وجعك بس برضه مستمتعه بيه. قالت ايه بقى كمان؟ قالت غرامك حيرني وطول بعادك سهرني. تجري دموعي وانت هاجرني ولا ناسيني ولا فاكرني. يعني ده مش هيام. يعني احنا قلنا الحب بيبدا بالهوى وينتهي بالهيام. ده متهيألي اعلى من الهيام. ده استسلام ما بعده استسلام. هو ده الست بقى. لا هو ده الحب. هو ايام زمان الحلوه ديت وتسلم نفسها للراجل. عظيمه الست طبعا. الله يرحمها. كلمات الست والبيتس تدخل للقلب على طول. الفستان السواري ورسميات والجمال حاجه رايحين يسمعوا العظمه. لا وتعيد مهما تعيد الناس عايزينها تعيد. صحه. هوس صحة. هوس بجمالها. فين زمن الست بقى؟ لا انا بشوف ان دي مش حاجه بتعبر قوي عن